طيب، يعطيكم العافية. احنا المحاضرة الماضية كنا عند هذه الأمثلة من الريستورانت بروجكت سنتانسز، بيركلي ريستورانت بروجكت سنتانسز. كان في عنا مجموعة من الجمل من هذا الدومين، وشفنا انه الرو بايوغرامز قديش انه احنا عملناها زي هيك، ورحنا انه عملنا الكاونتس ل 922 sentences، وشفنا البروبابيليتي لكل كلمة لوحدها، تمام، وطبقنا انه هذه عبارة عن رو كاونتس، تمام، وهنا عبارة عن probability، طبعا حسب هذا القانون، حسب هذا القانون زي ما شفنا طبقناه في المثال السابق، تمام. وهنا شفنا انه البايوغرام استيميتس انه انا عندي البروبابيليتي انه هاي given that، او البروبابيليتي انه تكون انا عندي بداية الجملة انه given that انه هذه هي زي هيك، او البروبابيليتي هي عبارة عن جوينت بروبابيليتي انه حاصل ضرب انه كل البروبابيليتيز هذه، فهي عبارة عن البروبابيليتي تبعت الاي given that انه هي في بداية الجملة ضرب البروبابيليتي تبعت ال want given that انه ال i قبليها English، قبليها ال want food، قبليها English، نهاية الجملة قبليها ال food، طلعت انا عندي هذا المقدار. وشفنا انه احنا لو شفنا probability ل diagrams معينة زي English want، Chinese want، انه بتلاقي انه هذه انه more probable من هاي، وهذه بتعطي انه نوع من النوليدج انه التشاينيز فود اكيد بطبيعه الحال وهذا شيء معروف انه مطلوب اكثر من الانجليش فود، تمام. الانجليز الاكل تبعهم مش كثير مطلوب زي الاكل الفرنسي او الايطالي او الاسباني او شرق اسيا، تمام. طيب، في عنا هنا practical issue. انت بتعرف طبيعة الحال انه انه احنا بدنا ندخل كل حاجة احنا عنا في اللوج سبيس، والسبب في ذلك انه انا عندي سببين، انه احنا بدنا نتجنب الاندر فلو، لانه لو كان في عندي probability معينة انه زيرو وهي عبارة عن حاصل ضرب زي ما انت شايف، فكل كله بتصفر. فكيف ممكن نحن نتخلص فيها نتخلص منها؟ انه بنحولها لللوج سبيس. والفائده الثانيه انه انت بتعرف في الكومبلكسيتي كومبيوتيشن انه عمليه الجمع اسهل، تمام، واسرع من عمليه الضرب، فبالتالي انه بيعطيني سرعه افضل، فبالتالي انه البروبابيلتي هذه لو دخلناها في اللوج بدل ما انت تعملهم حاصل ضرب، ايش بتصير؟ بتدخل اللوك على كل واحدة فيهم، فبتصير انه عبارة عن حاصل جمع، فلو واحدة تصفرت مش مشكلة، تمام؟ بالاضافة انه العملية اسرع. فلو شفت لوك في الموضوع ما تستغرب، والاسباب صارت واضحة بالنسبة لإلك. طبعا التول المستخدمة في اللانجويج موديلينج، انت عندك السيريلم SR اي الام، وفي عندك الكن الام، هدول اللينكس تبعونهم، هذه اكثر شهره واكثر استخداما من هاي، تمام. في لهم توتوريال، طبعا هي عباره عن تول انت ممكن تستخدمها ب معملها امبلمنتيشن بالسي والسي بلس بلس، تمام، وكثير مناسبه انه انت تشغلها على لينكس، فبالتالي انه انت بتعملها داونلود، تمام، تعملها كومبايل وبتصير انه عندك موجودة كباينري، وممكن تروح انت عندك على الدوكيومنتيشن وتشوف ايش هي الكوماندز اللي موجودة انت عندك.
هذه صفحة الدوكيومنتيشن. كيف تعمل انستول وكيف انه انت تستخدمها فيما بعد. تمام. طبعا التول الثانيه اللي هي هذه الكن الام لانجويج موديل، برضه نفس الفكره انه هي عباره عن سوفت وير معمول باللينكس، بتعمل له دبليو جيت، بتفك الضغط تبعه وبتعمل سي دي، بتعمل له سي ميك، صار انت عندك الديبندنسي جاهزه. وهنا بشوف انه انت كيف تعمل تبني اللانجويج موديل، وهنا كيف تعطي له كويري انه تشوف شو البروبابيليتي تبع التكست معين. زي ما حكيت لك السيريلم هذه التول هي اوسع انتشارا لو انت بدك تستخدمها في تطبيقات في الماشين ترانسليشن، في السبيش ريكوجنيشن، هذه اللانجويج موديلز انه كتير مستخدمه فيها. طيب في عندك كذلك الجوجل انجرام، طبعا اول ريليس لها كان في 2006. تمام. هي عباره عن بيج كوربوس، جوجل بنت منها انجرام موديل. تمام. فهنا على سبيل المثال انه بيجيب لك الكاونتس، انه انت ممكن تعمل كويري معين وبيجيب لك الكاونتس. هنا سيرف از انكم، هاي الكاونت تبعها 92. سيرف از انكيوبيتور، اندمنت، اندكس، انديكيشن، انديكيتور، انديكيتورز، اندسبنسابل. تمام. اندسبنسابل. نعم تمام. هذه بسبل مختلف، نفس الكلمه بس بسبل مختلف اعتقد. لا هذه اي وهذه اي. نعم. فبالتالي هاي الكاونتس تبعتها، فهاي ممكن انه انت تشوفها هنا. طبعا حجم اللانجوج موديل عندهم 24 جيجا بايت، طبعا هو مضغوط. قديش بيحتوي على توكن؟ عد، هاي 3، هاي 6، هاي 9، هاي 12 مليار توكن. هي عدد الجمل، عدد اليونيغرامز، بايغرامز، 3 جرامز، 4 جرامز، 5 جرامز. فبالتالي هذا عبارة عن 5 جرام موديل. وزي ما انت شفت ممكن انت تدخل كويري معين بهذا الشكل فبيجيب لك الكاونت تبعته زي هيك، انه بيجيب لك انه هذا عبارة عن 3 جرامز، بيجيب لك انه قديش التكرار تبعه. هذا كذلك 3 جرامز زي هيك، انت بتدخله كلمتين بيجيب لك كل الاحتمالات. نعم. كيف؟ لا هذا السيريلم. لا السيريلم انت بنفسك بتبني لانجويج موديل. الجوجل انجرامز انه هي سيرفيس جوجل حطاها على الانترنت، انه انت من خلالها ممكن انه انت تستعلم عن لانجويج موديل معين، عن 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 فريزز معينه. وهذه انجرام فيور. تمام. انت بتدخل اكثر من فريز، هنا البرت اينشتاين، شارلوك هولمز، وفرانكنشتاين. تمام. وهنا انت بتدخل، هذا مبني لعده لغات، العربي اكيد مش من ضمنهم. تمام. وانت بتدخل له انه هنا التكست كوربوس من سنه كذا لسنه كذا، فبالتالي هنا بروح بجيب لك البروبابيليتي تبعت هذول الثلاثه زي ما انت شايف، هيهم شايفهم على الشاشه انت عندك. تمام. هنا هدول كبروبابيليتي انت عندك بناء على التايم لاين، على السنوات هذه، انه قديش صار في لهم منشن انت عندك في التكست كوربوس اللي هم موجودين فيها. فبالتالي هنا انت ممكن تدخل الكويري اللي بدك اياها، تعمل انتر وتشوف. يعني مثلا باراك اوباما مثلا، حتلاقي انه هنا 000 عند فتره معينه بتلاقي انه في له بروبابيليتي معينه وانه بنزل زي هيك. تمام. طبعا هذا التكست كوربوس اللي اذا انت بدك اياها، اللي هذه ال1 جرام، هذه البايا جرامز، 3 جرامز، لو انت ممكن تبني هذه الشغله انه انت تعملها
لوكالي الاكسبيرمنت هذه، وهذه طبعا طبيعة الحال على الويب. تمام. طبعا جوجل انجرام بوكس هي هذه اللي انا ورجيتك اياها قبل شوية. طبعا هذا اللينك بروكن، فبالتالي انا ممكن كيف هذه من مصادر مختلفة، نيوز من مصادر مختلفة. كيف ايش هو يعني هو داتا ست؟ انا شايف انه ما فيش غنى عنه لحد الان، يعني لازم تكون في كل داتا ست. طبعا بدون داتا ست انت كيف بدك تبني موديل ستاتستيكال؟ يعني انت احنا بعدين استغنى عنه. كيف يعني المرحله الاولى من بناء الموديل تستخدم داتا ست؟ لازم. نعم. وبعدين ممكن انطلق في الموديل عملته على اي اشكال. صحيح، بس ممكن الموديل هذا تحتاج تعمل له ابديت بعد فتره. ما هو انت احنا انت عندك هنا في الان ار بي احنا شفنا انه انت ممكن تستخدم يا اما رولز معينه تعرف تعمل ديفاين للرولز، تمام، وصعب انه انت تحصر كل الحالات، يا اما انه انت بدك تلجا للبيانات انه بحيث انه انت تبني منها مودلز. يعني بمعنى اخر انه على سبيل المثال خط موضوع sentence boundary، كيف تحدد حدود الجملة؟ لو انت عملت رول معينة ممكن تزبط على على في مش على في على يعني على جنر معين من التكست، يعني مثلا زي الستاندرد تكست او الفصحى على سبيل المثال. لكن خلينا في الانجليزي، سيبنا من الفصحى وتعقيدات اللغة العربية، خلينا في الانجليزي. لكن التكست الاس ام اس كوربس ما بزبطش لها انه انت تقدر تحدد السنتنس باوندري. التويتس على تويتر بزبطش انه انت يعني الرولز هذه اللي انت كتبتها للستاندرد انه انت تطبقها برضو على التويتس، فبالتالي انت بتضطر انه انت تعدل الرول. او في انت عندك خيار تاني انه اسمه داتا دريفن ابروتش. ايش الداتا دريفن ابروتش؟ انه انت بتبني الموديل تبعتك او بتعمل اكستراكت للرولز تبعتك من خلال تكستوال داتا ومن خلال داتا تريننج داتا. فهذه برضو اسلوب تاني وبيطلع لك زي مين FBI اي مكان يعني اول مكان جميل. ممكن يطبق اكثر من شغله عشان يوصل هو المعلومه بهاي. ممكن يطبق اكثر من موديل، اكثر من فيلد، اكثر من موديل عشان يطلع. هذا ليش بطبيعه الحال بلا سيبك من الاف بي اي، انت عندك الشركات اللي يعني اللي بتعمل بريدكشن لاسعار الاسهم تستخدم البيانات من عده مصادر. ايش هي هذه المصادر؟ انا اجي احكي لك. بتروح بتجيب لك اللي هو البيانات الهيستوري تبعت سعر السهم، تمام، بتتعامل معاه كتايم سيريز. بالإضافة إيش الإكسترنال سورسز؟ بتروح بتشوف لك إنه السهم هذا اسم السهم قديش صار له منشن في تويت في تويتر. بالضبط، إنه قديش له popularity مثلاً، قديش إنه هذا الإشي إنه بيأثر في الموضوع، تمام. مش بس المنشن، إنه قديش إنه الشغلات المنشن هذا قديش منه إيجابي وقديش منه سلبي. هذا عشان تعمل بس prediction لسعر السهم. فبالتالي أنت بتستخدم data من عدة مصادر عشان تعمل تنجز مهمة يعني معينة، وهذا بس انه بريدكشن ستوك برايس. فبالتالي الاف بي اي او السي اي اي او اي شغلة تانية، تمام، اكيد بتستخدم بيانات من عدة مصادر ومودلز من عدة مصادر. وبعدين انت ليش مستغرب انه احنا نستخدم البيانات وفي شيء اي حاجة تانية غير البيانات؟ طب هل في اكتر من البيانات؟ هل في اشي اكتر من البيانات عندنا هالايام؟ يعني عندنا انفجار في البيانات، ليش ما تستخدمها؟ ليش ما تستفيد منها؟ المسؤول في النهاية يجمع هذا وهذا موديل وهذا تقرير وهذا تقرير كلها بشكل مفقود. نعم. يعني يفيد الديسيشن ميكر. نعم.
جبنه جبنه الاخير كده تطلع المعلومه بناء على لا لا في طول في طول انه انت بتعمل تقدر تبقى موجود اذا في مجال تسكر الباب معك طيب بنكون خلصنا الاستيميشن للانجرام probability تمام بدنا نحكي على الايفالويشن مفهوم الايفالويشن انت عملت لانجويج موديل بس قديش اللانجويج موديل هذا كويس بده يكون في عندي اليه للايفالويشن طبعا في ممكن استند للبربلكسيتي في الايفالويشن حنشوف ايش هي وحنشوف ايش هي المقيمات الخارجيه الايفالويشن الداخلي والخارجي طيب حكيت الـ evaluation كيف بدي أعرف إنه language model هذا كويس ولا لا إذا كان بفضل الجمل الكويسة عن الجمل السيئة معنى ذلك إنه الجمل الـ على بقصد grammatically تمام بقصدش انه باد انه هي عبارة عن اوفنسيف او انه بيشتم او لا مش هذا المقصود المقصود انه باد انه الجرامر تبعها باد اذا 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 بفضل الجملة هاي ايش معنات انه بريفير ممكن تسجل عليها ملاحظة انه بيديها higher probability من الجملة اللي الجرامر تبعها باد بمعنى اخر اذا اللانجوج موديل تبعك بيدي probability عالية للجملة اللي الجرامر تبعها مزبوط وبدي probability متدنية للجرامر تبعها مش مزبوط بيكون اللانجوج موديل تبعك تمام منيح تمام فبالتالي هنا معنى هذا الكلام انه assign higher probability للreal او frequently observed sentences والfrequently observed sentences عادة بتكون الجرامر تبعها مزبوط واحنا بدناش نرجع للنقطة اللي احنا حكينا فيها المحاضرة الماضية انه انت بدك تختار training corpus انه انت تبني عليها language model او تبني منها language model تكون انه منطقة then اكتر من ال ungrammatical او rarely observed sentences زي ايش مثلا انه انا بدي اجي احكي انه I does هذه الجرامر تبعها كيف وضعه غلط فبالتالي هنا راح يديها low probability نادرة rarely observed in the corpus أو في language model فبالتالي إنه low probability فبالتالي هي bad sentence فبالتالي language model كويس تمام فبالتالي في عندي parameters في تبعة الموديل على training set تمام اللي احنا بنعمل في ترين بنظبط هذه البراميترز تمام وبعديها ممكن نعمل تيست للموديل هذا على داتا وي هافنت سين وهذا برينسيبل مهم جدا انت عندك في الماشين ليرنينج تمام انه انت عندك انا بدي اقرب لك اياها بشكل مبسط وخصوصا للي ما اخذوش ماشين ليرنينج انه انا بدرسك الرياضيات عشان انا ادرسك الرياضيات شو بسوي بدي لك تمارين خد حل هذا التمرين خد حل هذا التمرين خد حل هذا التمرين تمام انت تدربت وتمرنت وصرت انه انت كويس بتحل هذه العملية اسمها ترينينج انا تيتشر بقول لك خد شوف هذه المسألة بتنحل بهاي الطريقة سوبرفايزد شوف حل هاي المسألة بتنحل بهاي الطريقة وانت تمرنت وصرت تحل مسائل اكتر واكتر واكتر الآن لو أنا عملت لك امتحان أنا دربتك بس بدنا نشوف نتيجة الدراسة تبعتك في نتيجة ولا فيش نتيجة لازم نعمل امتحان الآن لو الامتحان هذا نفس المسائل اللي أنا دربتك عليها هذا اسمه غش أنت بتغش لو أنا جبت لك نفس المسائل اللي أنا دربتك عليها هذا اسمه غش لكن لو أنا جبت لك مسائل مختلفة عمركاش أنت شفتها وقدرت تحلها لأنه أنت فاهم ساعتها بتكون إنه دراستك كويسة
ساعتها بيكون انه الموديل تبعك او يعني التعلم تبعك انه مفيد في من وراء نتيجة. تمام؟ وهنا نفس المبدأ، انت بدك تعمل اختبار لللانجوج موديل، فبدنا ناخذ تيست سيت او تيست ديتا عمره شو الموديل شافها قبل هيك ولا تعرف عليها، تمام، ولا تدرب عليها، ما دخلناهاش في التريننج، ونعمل تيست عليها عشان نشوف قديش الموديل هذا انه كويس او لا. تمام؟ لا، بده يكون في عندي انه من ناحيه انه probability بالضبط accuracy، مش accuracy انه قديش انه في انا عندي ميجر اسمه perplexity بقيس لي انه قديش هذا اللانجويج موديل how good is the language model، قديش كواسة هذا اللانجويج موديل ان صح التعبير. تمام؟ فبالتالي احنا ما ندورش على تايم او شغله زي من هذا القبيل. فالتست داتا سيت از ان سين داتا سيت ذات از ديفرنت فروم اور تريننج توتالي ان سينت توتالي ان يوزد. نعم. طيب، وبنحتاج ان ايفالويشن متريك يخبرنا انه هذا الموديل بيسوي او يعني بادائه يعني افضل من الموديل الثاني على التست داتا سيت. هاجت لو انت عملت تست للموديل باستخدام انه انت عملت تست على التريننج كوربوس، هذا شيء مش مسموح على الاطلاق. بالضبط، يعني انت عندك هاي الداتا، عملت ترين على هذه الداتا وبعديها عملت تيست عليها نفسها، وهذا الكلام بالضبط مش مسموح انه انت تسويه. لو انت سويت شغله زي هيك، معنى ذلك انه انت artificially تدي هاي probability للتيست ست هذه، لانه بطبيعه الحال شغله بدك تمرن عليها. مسائل انا اديتك اياها قبل هيك، طبيعي انه انت تجيب فيها علامات عاليه، هذه العلامات artificial بتعكسش مستواك. تمام؟ كيف؟ بالضبط. وانت تعمل فاليويت للاونر كود. ايش الاونر كود؟ زي حاجه زي شرف المهنه، يعني انه انت يعني انت بتخرق بروتوكول معروف انت عندك في بناء المودلز، انه انت بتبني موديل بطريقه فيها غش يعني. تمام؟ طيب، افضل ايفالويشن انه احنا نستخدم تقييم خارجي استرينسيك ايفالويشن للانجرام مودلز. هذه بيست ايفالويشن انه احنا نعمل كومبيرز لتو مودلز A و B. ايش الA والبي؟ هي عباره عن تو ديفرنت تريننج كوربس او تو ديفرنت لانجويج مودلز. تمام؟ يعني ممكن تنظر للA، هذا عباره عن 2 جرامز وهذا 3 جرامز مبنيات على نفس الكوربوس. تمام؟ او ممكن تنظر له انه هذا والله مبني على البي بي سي وهذا مبني على الار تي. تمام؟ مين افضل؟ ناخذ اخبار الار تي ولا ناخذ اخبار البي بي سي عشان نبني فيها اللانجوج موديل، ولا ندمجهم الاثنين سوا بصير في عندي موديل ثالث سي اللي هو عباره عن انت عملت كومباين للتكست تبع البي بي سي والار تي واشتغلت عليه. فبالتالي انه التو موديلز بغض النظر شو البارامترز تبعتهم، هاي المقصود بالبارامتر انه شو طبيعه قديش الاوردر تبع الانجرام بالاضافه شو طبيعه التريننج كوربس. ف كيف بدنا نستخدم مقيم خارجي؟ بنروح بنختار تاسك معينة. زي ايش؟ زي سبيل كوريكتور. سبيل كوريكتور بنحتاج فيها لانجويج موديل؟ اكيد، هذا الكلام حكيناه في بداية ما بدينا نحكي عن لانجويج موديل، انه احنا ممكن نستخدم المين ايديت ديستانس عشان نعمل سجيشنز، بس ممكن ندخل الكونتكست في الموضوع باستخدام اللانجويج موديل. تمام؟ فبالتالي هذه التاسك بتحتاج لانجويج موديل. ايش كمان بتحتاج لانجويج موديل؟
السبيش ريكوجنايزر. السبيش ريكوجنايزر فيه ثلاثة كومبوننتس اللي هو الديكشنري دي ديكت تمام، والال ام اللانجويج موديل، والاي ام اكوستيك موديل. اكوستيك موديل اللي هو النموذج السمعي اللي هو عبارة عن الفونيمز، انت بتقطع الاصوات، انت عندك لمقاطع صوتية، احنا متعاملش مع كلمات، نتعامل مع اصوات تمام. زي كلمة افتح، انت بتتعاملش معها افتح كلمة واحدة، بتفتح ال ال ممكن تيجي مع الباب، تيجي مع لا هذيك الشمسية الثلاجة، القمر، الباب. فبالتالي بداية المقطع الصوتي ال ممكن يجي وراء عدة probabilities بهذا الشكل. فهذا هو النموذج السمعي تمام، الأكوستيك موديل. اللانجويج موديل ان انا بكون حيران، بدي اعتبر كلمة هيدفون هي عبارة عن كلمة واحدة. فافترض انه انت عندك صار في عنده الأكوستيك، بقول لك والله المقطع الصوتي هذا قريب من انه given that انه انت الكلمة المقطع الصوتي اللي قبله هيد، انه ممكن يكون في عندي two candidates coin وفون. مش قراب من بعض يعني، بس هيدفون وهيدكون ماشي، خلينا نقول نعتبر انه هذه كون زي هيك تمام. فمين اللي بده يرجح الكفة؟ اللانجويج موديل. ليش؟ لانه هو بده ياخدها في السياق، يقول مدام انت بتحكي على هيد، والله الموست بروبابل الفون اكتر من الكون بهذا الشكل تمام. فبالتالي اكيد مستخدم انت عندك السبيش ريكوجنايزر. ماشين ترانسليشن ايش الوظيفة تبعته؟ انه انت عندك التكست، انت عندك محطوط الانبوت من السورس لانجويج. انا ضيعت السلايد، تمام، وعندك التارجت لانجويج انه بدنا نعمل ترانسليشن. فوظيفته انه يبني لي حاجه اسمها فريز تيبل، انه انت عندك هنا فريز بالسورس لانجويج تمام، بيقابله فريز معين بالتارجت لانجويج. هذا الفريز هو نفسه ممكن يكون فيه له ترانسليشن ثاني، وهذا الكلام انه اكيد معروف يعني. مين يساعدني في مثال؟ مثلا باك، ايش ممكن يكون ترانسليشن تبعتها؟ البوسيبل ترانسليشن ظهر او خلف، صح؟ طيب كيف بدي اعرف انه هاي ولا هاي؟ مين اختار؟ بدي اطلع على السياق بالضبط، فبالتالي بحتاج فيها اللانجويج موديل. هذا الكلام مهم جدا. انا بيهمني انه في هدول الثلاثه تحديدا انه انت بتعرف شو وظيفة اللانجويج موديل فيها، لانه احنا يعني ما ندرسش اللانجويج موديل هيك فور ناثينج، لا، في له وظائف يعني، مستخدم في عدة سيستمز او في عدة تاسك في الان ال بي، ومهم جدا وضروري جدا تعرف شو اهميته. انه انا عندي بوسيبل ترانسليشنز لكلمة معينة، اختار هاي ولا هاي؟ لا، من خلال السياق بقدر احدد انه هاي موست بروبابل اكثر من هاي مثلا، فبختار. طيب افهمنا هاي التاسك او شو وظيفة اللانجويج موديل لهدول الثلاثة تاسك. نرجع للإيفاليويشن خارجي. ليش اعتبرناه خارجي؟ لانه شغلة خارجية غير عن اللانجويج موديل. اللانجويج موديل بتم استخدامه يعني انه مستخدم فقط في هدول التاسك.
فبالتالي بروح بعمل رن للتاسك باستخدام الموديل A مرة والموديل B. تمام؟ وبروح بطلع سكور لكل واحدة من هدول، كل واحدة في لها سكور مختلف. يعني انت عندك الماشين ترانسليشن في له سكور اسمه بلو، السبيش ريكوجنايزر في له سكور اسمه وورد ايرور ريت WER. تمام؟ هذا السبيل كوريكتور في له متريك ايش اسمه بريسيجن، وفي له متريك تاني كذلك مش مستحضره الان، يعني للامانه في له متريك تاني بريسيجن. لا بغض النظر. تمام؟ كيف يقاس؟ يقاس انه على سبيل المثال انه انا عندي في عندي 100 جملة، تمام، وانا عملت اقتراح، قديش انه يعني بعد الجمل اللي كان الاقتراح فيها صحيح والجمل اللي كان فيها الاقتراح خطأ. يعني على سبيل المثال 97% كان الاقتراح اللي انا اقترحته باستخدام اللانجوج موديل حسن في 97 جملة وخرب في 3 جمل، فبالتالي البريسيجن تبعه 97%. تمام؟ فبالتالي هدول بتدي لك رقم كل واحدة فيهم في الآخر، فأنت بتعمل run لA ورن للتاسك باستخدام الموديل A والموديل B، وبتقدر انه ساعتها انه تقول انه والله السكور تحسن في الورد ايرور ريت في المود باستخدام الموديل A اكثر من الموديل B. تمام؟ بيشتغل بس بياخذ وقت. زي ما حكيت لك انت في السبيل ايرور هذا بريسيجن، هاو ماني مس سبيلد وورد كوركتد بروبرلي، بتاخذهم انت قديش انت عندك التست سنتنسز 100 300، تمام، بتعد قديش انه صلح في ال 100 في ال 300 جمله هذول كم كلمه جابها صح او اقترحها بشكل صحيح. تمام؟ وفي الترانسليشن كم جملة انه ترانسليتد كوركتلي، فساعتها بتقدر تعمل كومبير ل A و B. تمام؟ لكن ايش مشكلة هذا الاكسترينسيك ايفالويشن؟ انه تايم كونسومينج، انه انت بدك انه يعني تبني السبيش ريكوجنايزر او تبني الماشين ترانسليشن سيستم او تبني السبيل كوركتور ويكون موجود عندك وتختبره بالموديل A والموديل B، ممكن يستغرق منك أيام أو أسابيع. تمام؟ فبالتالي ممكن أنه ناخد يعني انطباع مبدئي بتقييم داخلي intrinsic evaluation اسمه perplexity. تمام؟ شو هي perplexity؟ هو عبارة عن ال يعني ممكن يديني bad approximation إذا يعني إنه إذا كانت إنه ال test data هي تقريبا مشابهة لحد كبير للtraining data. تمام؟ ولكن بشكل عام هو عبارة عن يعني مفيد إنه في ال pilot experiments، إنه أنت بتبني تو موديلز بدك بشكل سريع انه انت تحدد والله الفور جرام افضل ولا 3 جرامز مين افضل، ممكن تستخدم البربلكسيتي افضل ما انه انت تستخدمها في ماشين ترانسليشن او في سبيش ريكوجنايزر. طيب عشان نوصل مفهوم البربلكسيتي بدنا ناخذ
شانون جيل. شانون هذا هو الشخص اللي حط البرنسبل هذا في الجينيريشن او في البريدكشن، انه انت كيف ممكن تعمل بريدكت للنكست وورد. ايش ممكن تسوي؟ انه على سبيل المثال I always order pizza with cheese and، في عندك فراغ هنا، احنا دائما الامثله تبعتنا بس في مثال ثاني مختلف. هاي ال 33rd president of the US was، طبعا بيجيب لك اياه صح. ليش؟ لانه انت عندك هنا لو اخذت السياق الرئيس الثالث والثلاثون حيجيب لك الموست بروبابل، الرئيس الموست بروبابل، مش حيجيب لك ترامب. بطبيعة الحال ترامب بالمناسبة قديش؟ 45. ما شاء الله عليك، في لك علامة بونس. تمام؟ مع الفلاشة صارت علامتين. تمام؟ وعدي بدي اسحبهم منك، بخصم لك علامتين في اخر المحاضرة. لو حمود راح تعمل فيزا وفيزا طيب. يعني انت عارف ايش هاد الشن جيم؟ يعني زي انا كانه بحط لك جملة، انا عطشان انا بدي مية. بالضبط، انا جوعان بدي اروح على الكافتيريا او على المطعم او على، في عندك انه بعض الكلمات انه هي الموست بروبابل. تمام، ما عمرهاش بتزبط انه انا مثلا جوعان بدي اروح على الجيم مثلا. زي ايش بتقول؟ زي امتحانات الصف السادس. ايش فيها؟ اكمل الفراغ. تمام، فبالتالي هنا فبدنا نعمل assign للفراغ اللي هنا للموست او للهاير probability word اللي فعلا انه هي صارت. فبالتالي لو قسناها انه هنا cheese and، في عندك مشروم، في عندك ببروني. تمام، هذول الاثنين انه نفس probability، هما الشائعات اكثر اشي. المشروم اكيد بتعرفها، بدك اورجي لك الببروني. هي حاجه زي ال زي زي ما قالك. سلامي. احنا بس عشان نزيد التركيز تبعك عنا في المحاضرة، بس لا اكثر ولا اقل. تمام. طب هاي ما شاء الله عليك، يعني انت واسع الاطلاع على الاخر. هذه سمكة صغيرة هيك بتكون، يعني عادة انه مالحة. هي اسماك زي هيك يعني. بالضبط، بتكون فيها ملوحة. كيف؟ ما ضغطش على أصلا. طيب أكيد حتكون الموست بروبابل أكثر من فرايد رايس. تمام، وأكيد حتكون الموست بروبابل من الاند، لانه هنا اند مره ثانيه انه 1 في 10 اس ماينس 100، يعني كتير ضئيل. تمام، اوكي.
حكيت احنا لو استخدمنا اليونيجرام موديل النتيجة حتكون تيرابل. ليش؟ مين يقول لي ليش؟ بالضبط، لأن احنا مفيش عنا سياق. انت جيب لي الموست بروبابل وورد زي ما شفنا، انه قل لي اي كلمة متداولة زي ما حكينا انه اكتر الكلمات متداولة يعطيك العافية وتقلقش وايش كمان؟ وين يا غالي؟ تمام؟ فبالتالي انت حتى لو بدك تعمل بيك بشكل عشوائي بين هدول الموست بروبابل عمره ما لكن هنا بيتزا ويذ تشيز اند اكيد حيجيبها باستخدام الكونتكست. تمام؟ طيب، فبالتالي صرت ما عارف شو معنات البربلكسيتي. البربلكسيتي هي عبارة عن بريدكشن للانسين تكست باستخدام اللانجويج موديل. فبالتالي انه احنا بدنا نقيس البروبابيليتي تبعت سنتنس معينة. هذه السنتنس من وين جاية؟ من التست. بالضبط. فبالتالي لو كان البروبابيليتي تبعتها هاي، معنى ذلك انه اللانجويج موديل كتير كويس. لو كانت البروبابيليتي تبعتها لو، معنى ذلك انه لا. التعريف تبعها هي عبارة عن الـ inverse probability للتست set normalized by the number of words. معناها انه ذلك انه الـ BBB لـ sentence معينة هي عبارة عن sequence of words الـ inverse تبعها، تمام، ونورماليزد بعدد الكلمات. فبالتالي انه بتطلع انا المعادلة عندي بهذا الشكل. ولو كان استخدمنا الـ chain rule الكونديشنال بروبابيليتي لهذا التيرم راح يكون عبارة عن هذا الشكل، اللي هو هنا i وبدينا من الواحد لغاية الi minus واحد. تمام؟ واتفقنا بعد هيك انه احنا في الانجرام بدنا نبدأ من، بدناش نبدأ من واحد، بدنا نبدأ من k لغاية الi minus واحد. تمام؟ للبايجرامز تحديدا i given i ماينس واحد الكلمة واللي قبلها بهذا الشكل، عبارة عن حاصل ضرب. تمام؟ ونورماليزد بعدد الكلمات اللي هو N. نعم. كيف الطريقة السابقة انه ايش؟ نعم. بالضبط، بستخدمه. بس هذه يعني انه تايم كونسومينج، بس انت ممكن انه انت تعمل بايلوت انه مين افضل، انت عندك 3 جرامز ولا 4 جرامز، تروح تحسب انت عندك تاخذ تيست ست انت عندك على شقه، تمام، وبتروح تحسب البروبلكسيتي لهاي باستخدام الموديل A وباستخدام الموديل B اللي بدي لك بروبلكسيتي اقل. يعني بالمناسبه انا نسيت اقول لك هنا انه إنه الهاي probability معناها lower perplexity، لأنه أنت عندك الانفرس، هي عبارة عن الانفرس، فبالتالي اللي بيجيب perplexity أقل معنى ذلك إنه هو الأفضل. كيف يعني عطوه models؟ لا، كل واحد حتجيب له BB لحال، perplexity لحال. فأنت عندك الموديل A حتجيب BB لا A للموديل A. تمام؟ يعني انت عندك هاي التست، تمام، وهي انت عندك الام واحد او الام A، وعندك هنا الام B. تمام؟ هنا بتروح تعمل، بتطبق التست، بتعمل probability تبعت التست باستخدام هذا الموديل وباستخدام هذا الموديل. فايش بيطلع معك؟ بيطلع معك بي بي اي وبي بي بي. بالضبط، اللي بيجيب فيهم رقم اقل هو بيكون الافضل. الرقم اقل معناها هاي بروبابيليتي، هاي بروبابيليتي على تيست ست، على نفس التيست ست وعلى نفس التاسك. لا، مش نفس التاسك، كيف؟ انه
استنى شوي بدي استخدم انا النوت هنا. اجيت رحنا اخذنا البي بي سي تمام، روح باك نسيم البي بي سي 90% ترين و 10% تيست. خلص هذه التيست هذه محجوزة بلمسهاش خالص. بروح ببني الام واحد تمام باستخدام البي بي سي ترين بدنا نسميها ترين رقم واحد ترين رقم لا لا طول بالك علي اكمل لك الحدوته تمام. شو البارامتر تبعت اللانجويج موديل هذا؟ 2 جرامز تمام. هاي البارامترز وانا بدي اروح ابني لانجويج موديل ثاني 3 جرامز على نفس الكوربس على البي بي سي ترين تمام. بعديها نيجي لمرحله التست الانترنسك تيست ان انت تستخدم البي بي البي بي البي بي البربلكسيتي يوز بي بي. ليش اسرع؟ لانه مجرد انه هنا على التست ست هادي انه مجرد انه انت تقيس البروبابيليتي مش انه انت تدخلها في تاسك سبيش ريكوجنايزر دخل لي الويف طلع منه فيتشر ابني لي اكوستيك موديل تمام استخدم الدكشنري شوف الفونيم طلع لي تو كانديديت استخدم مره الموديل A والمره الموديل B وقيس لي هذا الكلام كله بشكل اكوموليتيف. لفه طويله يعني تايم كونسومينج او حتى الماشين ترانسليشن انت اعمل لي ابني لي ماشين ترانسليشن موديل تمام واستخدم في اللانجوج موديل مره الموديل واحد مره الام واحد ومره الام اثنين تمام وشوف لي انه قديش البلو سكور. لفه طويله لكن انت هنا ايش بدك تسوي؟ بدك تعمل بدك تحسب البروبابيليتي تبعت البي بي سي تيست هذه خلينا نسميها انه عشان توضحها عشان هذه تضلها مسجلة انت عندك نوت انه هذه سميناها بي بي سي ترين انا شقلبت الدنيا كلها بي بي مع البي بي يعني هذه بي بي سي هذه بي بي سي وهاي سميناها بي بي سي تيست. فهاي انت بدك تعمل تيست عليها تمام بتطلع لك رقم معين لنفترض انه هي طلعت لك مثلا هي بتطلعش ارقام بالبوينت على يعني بتطلع لك ارقام بالهندردز يعني على سبيل المثال طلعت لك 109 تمام. هنا البي بي باستخدام الام واحد تمام وهنا مره ثانيه الام اثنين على نفس التست كوربس هذا هو المهم على نفسه عشان تقدر تقارن بيناتهم. هنا طلعت لك مثلا 140 لا والله لانجوج موديل واحد 2 جرامز 2 جرامز افضل من 3 جرامز هاي المقصود. الطريقه الثانيه بالضبط بتدخلش تاسك ثانيه للتبسيط بالضبط هذا كبايلوت بحيث انه انت تحدد مين اللانجوج موديل الافضل تمام. ايش يعني متشابهين السكور حوالين بعض ساعتها بتستخدم اللور اوردر لانه اسرع بالضبط اسرع في قياس البروبابيليتي هذا لانجوج موديل حيكون حجمه اكبر وبتحتاج وقت اكثر في بنائه. تمام كده
طيب قبل ما انتقل لك هنا انه البرانشيك فاكتور بدي اياك تاخذ بالك من جزئيه مهمه في الكتاب هنا. مش عارف اعتقد انه مذكوره هي في السلايد، خليني اتاكد من هاي الشغله. هاي البرانشينج فاكتور وهنا اللور بروبريكسيتي مش مذكور هنا على هاي الجزئيه في صفحه 38. تمام، في عندك هنا حكيت الامبروفمنت اللي انت بتحصلها باستخدام البربلكسيتي. بربلكسيتي انه انت قلت والله هذا 109 وهذا 142 او 140 انه والله ال 109 افضل. تمام، هل بيضمن انه اداؤه حيكون في السبيش ريكوجنايزر افضل؟ يعني بمعنى اخر خليني ارجع لك هنا، انت حكيت انه والله هذا افضل، هل في ضمان في جارانتي انه حيكون في السبيش ريكوجنايزر افضل؟ لا، ما فيش جارانتي انك تخلي بالك. تمام، لكن بربلكسيتي انه somehow بتدي لك انه بايلوت استدي بشكل سريع بالضبط، انه بشكل سريع انه انه كمقارنه التنين مع بعض. تمام، فبالتالي does not guarantee انه يدي لك امبروفمنت في البرفورمانس تبع اللانجوج موديل، يعني such as speech recognizer او الماشين ترانسليشن. تمام، هي فقط تستخدم بشكل سريع. تمام، انه تعمل تشيك او مين يعني افضل هذا الموديل او هذا الموديل، لكن الامبروفمنت في تاسك معينه لازم تعملها كونفرميشن بانه انت تستخدمها فعلا في التاسك هاي عشان انه انت تقول انه والله هذا فعلا افضل موديل بعباره مبسطه. هل بنقدر نقول انه هذا افضل في السبيش ريكوجنايزر؟ لا، لازم انه اخذ كونفرميشن من السبيش ريكوجنايزر انه والله حصل لي وورد ايرور ريت اقل. تمام، ساعتها بقول انه هو فعلا الافضل، لكن بشكل مبدئي انه انت تجزم لا، لكن في المرحله هذه مين افضل، هذه ولا هذه؟ بتاخذ هذا. يعني انه في الغالب حيحسن لك في السبيش ريكوجنايزر، بس لازم تاخذ كونفرميشن انه انت فعلا تطبق التاسك. تمام، هذه تخلي بالك منها انه يعني تراب لو انت بدك تشتغل في الدومين، يعني بدك تشتغل في الريسيرش في الان ال بي، انه بتحتاج لانجويج موديل، انه انت كيف تختار او كيف تنقي بين اللانجويج مودلز، انه لا مش تعتمد على البربلكسيتي وحدها، لا لازم تدخله في تاسك معينه عشان انت فعلا تقدر تحدد. البرانشينج فاكتور، لنفترض عشان تفهم مفهوم البرانشينج، لنفترض انه انت عندك سنتنس بتحتوي على راندوم ديجيتس. تمام، والديجيتس انت عندك معروفه من 0 ل 9، من 0 ل 9. تمام، فلو كانت انا عندي انه الوورد اي، انه انا عندي 9 عفوا 3، ايش الاحتمال الديجيت اللي يجي وراه قديش؟ ليش؟ احتمال 0، احتمال 1، احتمال 2، احتمال 3 لغاية 9. ما هي دي النقط، نقط لغاية 9 زي هيك. أنا بحكي لك sequence of digits. تمام؟ random digits زي هيك. فهي مفهوم البرانشينج وهذا مر علينا، يعني خليني أرجع لك في السلايد لورا.
هذا مش branching، يعني انت عندك and، عندك هذا الاحتمال هذا الاحتمال هذا الاحتمال، طبعا most probable زي هيك، اي مفهوم branching. تمام، بس هنا حصل الموضوع انه هنا probability انت عندك عشر لكل digit اللي هو من 0 ل 9 بهذا الشكل. تمام، فهي هي يعني انه انت فسر لك اياها هنا انه بس انه انت عندك كيف تحسب البروبابيليتي، كم احتمال انت عندك؟ 10 احتمالات، يبقى الاحتمال عباره عن 10 زي هيك بهذا الشكل فقط لا اكثر ولا اقل. نيجي الان ناكد على موضوع انه اللور بربليكسيتي هي البيتر موديل، انه البروبابيليتي والبربليكسيتي عكس بعض، لانه حكى عرفنا البروبابيليتي هي عباره عن الانفرس تبع البروبابيليتي نورمالايزد تبع تيست سنتنسز نورمالايزد باي عدد الجمل. تمام، طبعا احنا عندنا الكوربس هي عباره عن ايش؟ دبليو اس جي وورد وول ستريت جورنال، من كم كلمه بتتكون؟ 38. تمام، والتست هذا الترين والتست 1.5 مليون. شوف البربليكسيتي تبعت، يعني زي ما حكيت لك بالهندردز بتطلع، لو طلعت شغلة انت عندك غير هيك يعني بيطلع اشي اود، يعني لو طلعت البربليكسيتي مثلا بالعشرات الالاف بيكون في عندك اشكالية في بناء اللانجوج موديل. لسه هحكي لك على التول، لقيت انه انت لو مش مرتاح تستخدم الاس السيريلم SIRLM، في تول في البايثون حقت حدي لك الرابط تبعها. فهذا بليون جرامز عندك 900 على التست هاي، يعني هذا البي بي ال على التست هاي وهذا على التست هاي وهذا، يعني كم موديل انا عندي؟ 3 موديلز، يونيجرام باي جرامز 3 جرامز، هذا 962 هذا 170 هذا 109، مين الافضل؟ 3 جرامز بالضبط. مش بالضرورة لحد ما انه ببطل في عندك، وبرضه انت بدك تعمل تريد اوف، لانه انت عندك كل ما زدت الاوردر تبع اللانجوج موديل بتزيد التايم تبع الكويري، انه انت تشوف طلع لي كل الكانديديت البرانشينج بالضبط. الله ينور عليك، انت مصحصح قوي معايا. تمام، هيك بنكون خلصنا موضوع الايفالويشن. حكيت كل حاجه احنا بناخدها لازم نعملها ايفالويشن. انت بتبني مودلز، ما ينفعش ان انت تبني مودلز هيك وخلاص، لا لازم تبنيها وتقدر تعملها ايفالويشن. ملخص الموضوع ان انا في عندي ايفالويشن داخلي وايفالويشن خارجي. ايفالويشن خارجي من خلال التاسك، الداخلي من خلال بربليكسيتي. نعم، طيب بدنا ندخل على موضوع جديد اللي هو الجنراليزيشن، وكيف نتعامل مع الزيروز، زيرو بروبابيليتي. تمام، نبدا بموضوع الجنراليزيشن، نرجع لمين؟ لشانون، نشوف كيف الشانون ممكن نستخدمها في كلوب في لوب. سلامتك، نستخدمها في لوب عشان نعمل جينيريشن للتكست. تمام، بقول له لو سمحت اعمل جينيريشن للتكست، اختار راندوم بايجرامز. تمام، الموضوع احنا ما بدناش ببايجرام، مش بديله كلمه وانه على اساسها، لا بايجرام. تمام، فبالتالي هنا انه بفترض انه الكلمه هذه في بدايه الجمله، هذه بنتعامل معاها كتوكن انا عندي في البروبابيليتي، فبالتالي انه شو احتمال انه تكون الدبليو الوورد هذه في بدايه الجمله، هذا عباره عن بايجرام. تمام، فهي راح جاب لي واحده بشكل عشوائي، شو البروبابيليتي انه تكون انا عندي الاي في بدايه الجمله،
as given i. تمام؟ فهي أول احتمال. طب وبعديها بنروح ناخد الكلمة هاي اللي عملها prediction ومندخلها في conditional probability وأقول له اعمل لي خد لي إياها كبايجرام طلع لي كمان احتمال. تمام؟ فبالتالي بناخد random بايجرام تانية باستخدام الورد هادي اللي هو عملها predict. تمام؟ وبناخد x جديدة. فأخذ الآي وعمل بريدكت لوونت. مين اللي سأل؟ صحيح آي بس بداية الجملة قبليها هذا. وإحنا حكينا إنه أنت عندك الجمل عادة دائما بتحوطها بأس وبتعملها كلوز بأس. هذه end of sentence وهذه start of sentence. تمام؟ فايش جاب الاحتمال؟ هو فعليا هذا بايجرام. هي انت بالنسبة لك تشوفها انه هي كلمة واحدة لكن هي كلمة في بداية الجملة بايجرام. تمام؟ نعم. فجاب لي الاي في بداية الجملة. تمام؟ واخذ الاي وعمل لي بريدكت لو وونت. وبدنا ناخذ الوونت نعمل بريدكت لايش؟ تو. تمام؟ وبدنا ناخذ التو حيكون فيرب تو ايت. كيف؟ W في أول الإيش؟ عشان أنا أتبع معك. W حرف حرف مش كلمة. هذه W إنه عبارة عن word. صحيح. انه انت عندك جيب لي كل يعني البايجرامز انه ايش الموست بروبابل انه شاف انه طبعا احنا منين ال ايش اسمها الكوربوس تبعت اي جامعه تبعت الريستورانت ستانفورد بيركلي. نعم بيركلي ريستورانت كوربوس. فبالتالي انه ايش الموست بروبابل انه كله بيقول لك اي وونت انه اي. تمام؟ وين ايش راندوم بالضبط؟ شو راندوم؟ طبعا تقول من البوكر بتاعي يعني ايش بس راندوم؟ راندوم عشوائي اخضر مع عشوائي. بدنا نرجع لموضوع البطاقات اللي احنا شرحناها المحاضره الماضيه. انت عندك كمان مره هي انت عندك اي 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 A B B C. اسحب لي حرف عشوائي. عشوائية بس بناء على الهاي probability. بالضبط انه احتمال يطلع بي. ممكن يطلع بي بس فرصته اقل من الـ A. تمام؟ لا 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 انه بداية الجملة بالضبط انه هنا حصل كله بداية الجملة وبعديها بالضبط. تمام؟ فهنا التو اكيد بيجي وراها verb to eat to sleep to walk to. تمام؟ eat what؟ ناخدنا الـ eat وعملنا prediction لـ Chinese. بعد التشاينيز فوت وبعد الفوت كلوز بالضبط. وبعدين هذا الكلام عبارة عن لوب. هي فور لوب فعليا انت بتشوفها بالبرمجة عبارة عن فور لوب. بعديها بتروح بتعمل جوين لكل البريدكشن تبعتك في جملة واحدة زي I want to eat Chinese food.
كيف؟ ما هو نفس المبدا، جيب لي الفوت، ايش الاحتمال يكون وراه؟ احتمال يكون في فاصله، احتمال يكون علامه استفهام، احتمال يكون فول ستوب، احتمال يكون سبيس، احتمال يكون اند اوف سنتنس. فاختار انه راندوم انه طلعت معاه زي هيك. كيف؟ هنا البريدكشن انه بس انه شانون انه الفكره تبعته انه استخدموا في لوب عشان تعمل جنريشن سنتنس، يعني نفس البايجرام بالضبط، بس استخدمه بشكل اتريتيف عشان تعمل جنريشن سنتنس. لا لا، بتزيدش الاوردر تبع شو اسمه. بتيجي بتاخد انت عندك الانجرام، انت عندك بايجرامز، بتاخد كل كلمه انا بريدكت للنكست، كل كلمه انا بريدكت للنكست اند سو اون، لانه الموديل تبعي بايجرام. لو كان الموديل تبعي 3 جرامز بصير باخد كلمتين عشان اعمل بريدكت للثالثه، تمام. بعديها باخد الثالثه مع واحدة مع اللي قبليها عشان اعمل بريدكت بالضبط. كيف؟ هذا جنريشن اسمه جنريشن. نعم. او يعني لا 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 جنريشن. انه تاسك هذه جنريشن. كيف؟ التكست جنريشن؟ لا، احنا ممكن نروح ابعد من ذلك بكثير. انه ممكن انه بناء على انه مثلا انه كونديشن معينه بدي اياك تالف لي جمله، بدي اياك تالف لي بيبر، واخد بالك؟ واحنا الان وصلنا لمرحله تمام باستخدام الديب ليرنينج انه انا ممكن اخلي، مش انا يعني الموديل ممكن يخليك اديب عظيم. دكتور هنا في شيء تناسب، يعني هنا على مستوى الجمله حلو، ممكن بعديها ابدا لما فاتح موضوع ايش مختلف عن الاكل بناء على الراندومنس القصه. صحيح، هنا السياق مش كله، بس انت بتحكي على statistical language model. انا بحكي لك باستخدام الديب ليرنينج مع شيء ثاني تمام، نيورال نتورك ديب ليرنينج تمام، ممكن انت تألف، يعني ممكن اطلعه مؤلف قصص، يعني اطفال فريد عصره بالضبط بالضبط، وفي فيديو جنريشن بالضبط بالضبط. انا ممكن اخذ لك صور بزوايا مختلفة تمام، واخليك تحكي وتطلع وتقول خطاب انا اللي عملته وانا اللي سويته وانا اللي بالضبط فيك بالضبط. نعم. صعب. صعب. نعم. طيب. نجرب هذا الكلام على شكسبير بما انه احنا بنحكي على الادباء يعني. شكسبير بالمناسبة ايش عنده؟ عنده بلاي مسرحيات بالضبط. اورجي لك هاي المسرحيه، هاي فيرست سيتيزن. انت متخيل بدي اصور لك المسرحيه ان انت في عندك مجموعه من الناس مواطنين، حكى اولهم تمام. بيفور وي بريسيد اني فورثر هير مي سبيك، خلوني احكي، اسمعوني، اسمعوا كلامي تمام. قول لما البقية احكي احكي، خلينا نشوف. First citizen, you are all resolved rather to die than to famish. انتو ايش؟ انتو ايش؟ صح، انتو هيك ميتين. فقووا قلبوا وخلونا يعني ندخل في الموضوع. هاي زي ما انت شايف هو عبارة عن حوارات زي هيك تمام. طبعا هذه المسرحية كتبها
الشيك سبير تمام. خلينا نعمل موديل دربناه على شيكسبير وبدنا نعمل جينيريشن باستخدام ال 1 جرام 2 جرامز 3 جرامز 4 جرامز وشوف المؤلفات تبعته ايش بيطلع لك. هنا اقرا توهم نفس الاشي يا عبارة عن حوارات هذه نعم بالضبط. انت باستخدام الكونسبت تبع شانون بالضبط ان تشوز مثلا يونيغرام راندوملي بعديها ميكس ان تشوز يونيغرام راندوملي اند سو اون. والبايوغرامز برضو زي هيك انه بناء على الكلمه هاي اعمل لي جنريشن لك اعمل بريدكشن لميكس وورد لبريدكتد خدها واعمل لي بريدكت لميكس اند سو اون. و3 جرامز انه خد هاي كلمتين اعمل لي بريدكت ل ثالثة بعدها خدي آخر تنتين عمل بردكت للي بعدها هنسون. فهنا اقرأ انه انت عندك زي ما انت شايف هذه جملتين هذه جملتين هذه جملتين هذه جملتين هنا توهم شالوت كونفيس هير بوث فول ستوب. طبعا البنكشويشنز في عندك خيار انه انت ممكن تشيلهم تمام وممكن تخليهم لانه هي من ضمن الجرامر يعني في الجينيريشن برضه مفيدة كتير في الجينيريشن انت تخلي البنكشويشنز لانه ممكن انه يحط في الستوب معينة او كومة معينة وهو بيعمل جينيريشن نعم تمام. بعدها هنا which full stop off save on trail فاهمين حاجة؟ لا هل هي late speak تمام سيميكونن or علامة تعجب. طيب نشوف البيوغرامز شوف كيف وضعه. Why does stand forth tie canopy تمام forsuit كيف تقارنه مع هذا؟ وضعه أصلح شوي بس لا مش مفهوم خالص تمام. هنا شوف الجملة الثانية What means sir I confess she يعني انت لغاية هنا حسيت انه هو كويس يعني بس بعد هيك بدأ يخرب نعم. طب شوف 3 grams fly comma and will write me this news of peace of price therefore the sadness of parting نوعا ما انه الجرامر تبعته تحسنت يعني زي هيك. This shall forbid it should be branded تمام. شوف الفورغراوند King Henry What I will go seek the traitor نعم. فهل شايف انه في فرق بين ال 3 grams ولا ال 4 grams؟ شوف هاي I cannot be but so it cannot be but so. فبالتالي واضح الفروقات انت عندك انه بين المودلز كل ما زدت الاوردر تبعها. طيب الشيكسبير زي ما حكينا من ايش مكونه؟ شفنا الوول ستريت قديش الوول ستريت 38 مليون 1 مليون ونص للتست. هاي توكنز قديش 884 الف توكن والفوكابلري 29 الف برضو كبيرة بالضبط. لو احنا بنشتغل بايوغرامز تمام بدك تحسبها بناء على الفوكابلري هذا انه البرانشينج تبعك حيكون في سكوير بايوغرامز اللي هو عبارة عن اربعة هنا حيصير بدل ما 484 الف حيصير 844 مليون possible بايوغرامز
تمام. حكيت هدول ال 800 مليون بوسيبل بايجرام 99% منهم من البوسيبل هدول وير نيفر سين، فبالتالي هاف زيرو زيرو انتريز ان ذا تيبل. تمام. فبالتالي بتروح بتعملهم كات، يعني انه بالضبط. طيب نستخدم شانل في باي رونز أنشان في التاني شانل، وبرضو في تدريج رونز برضو سيجن عمل لا نعم. طيب شكسبير أفضل من إيش؟ هاي ليش؟ طيب شوف لي هاي ماشي، بس كمل لي الجملة، يعني شكسبير ولا جو وول ستريت؟ month the my and issue أكيد طبعا، بس أنت إيش في عندك هنا exchange، وعندك هنا برضو exchange، وعندك بس هذه اقرب لمين؟ يعني انت بتحكي على اكسشينج لوول ستريت جورنال صح؟ لكن هذه last December throw the way to preserve five percent. شو بتحكم عليها؟ وول ستريت برضو. طب هاي برضو وول ستريت. نعم. طيب نعم. نعم. صحيح صحيح، أنا عارف إنه هي وول ستريت، بس أنا شفت يعني مش عارف انا وين شفتها في هذا الكتاب ولا لا، اللي كان كيف ماشي، بس هو بيقارن انه هذا اللانجويج موديل انه يعني هذا مع هذاك بالضبط، انه انت مين شايف انه هو مفهوم اكثر؟ ماشي بس ماشي بس هنا بخط فيها انه هو مش قصده انه يسفه في الوورلد جورنال او انه يحكي انه شو جاب شكسبير لا شو جاب شكسبير وول ستريت لا 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 وول ستريت. نعم بس اللي انا بدي اوصل لك اياه انه ايوه هاي الجمله هاي السلايد هاي لا انا شو اسمه انه انت ممكن تعمل قيس للاوثر تبع 3 جرام سنتنسز
بالضبط. دكتور استخدموها فكرة مع مؤلفات شكسبير نفسها قبل 3 سنين. نعم. اكتشفوا انه من الداتا ساينس انه جزء من مؤلفات شكسبير مش له. بالضبط. وعملوا باتنت لاسم المؤلف نفسه كمان. عرفوا من النمط تبعه اسم المؤلف التاريخي. هدي وعطوا باتنت لمؤلفات ثانيه. صحيح صحيح. وهذه الشغله للغزالي كذلك. انه انت في عندك في كتاب في بيدعوا انه هذا للغزالي وهذا في بيدعوا انه هو مش للغزالي، فكيف انه انت ممكن تستخدم الNLP بحيث انه تحدد انه والله نفس الرايتنج ستايل تبع الغزالي او لا. فهي الجملة هاي اللي انا كنت بدي شو اسمه، انا كنت بعتقد انه هي هاي السلايد يعني، فعشان هيك هذه لول ستريت، هذه وول ستريت بس جودة أقل من شكسبير. شكسبير النص تبعه شكسبير. طيب هاي شوف الجملة هي. They also point out to $99.6 billion. هذه وول ستريت. طيب this shall forbid it shall be شكسبير. بالضبط. You are uniformly charming, cried he. شكسبير. فهي اللي بدي اوصل لك اياها، هاي السلايد اللي انا دخلت معايا في الموضوع، انه باستخدام اللانجوج موديل ممكن انه انت تقدر تحدد الاوثرشيب تبع التكست معين. لو انت عندك عده مؤلفات لكاتب معروف انه انت متاكد انه هي له، تمام، وبدك تعمل تحقيق، تمام، مش في انت عندك محققين، تمام، بيجي بيحقق النص هذا وانه ما تمش تحقيقه قبل هيك، وبالتالي انه يعني انه خلص بكون اول من حقق هذا الكتاب. بالضبط. هذا علم كتير انترستنج انه انت يعني انه انت لو حابب انه انت تشتغل فيه. فبالتالي انت في عندك مؤلف في عليه جدل انه هذا لفلان، لا مش لفلان، هو اللي كتبه، في افكار لا مش افكاره، شغلة زي هيك، فممكن انه تستخدم الـ NLP وتظهر هذه الشغلة كفاكت انه لا مش نفس الستايل تبعه او مش نفس الـ هو بيجيب التشابهات، هو بيجيب الديستانس بين التكست اللي انت بتكتبه وال كل النصوص اللي موجودة على الانترنت. بالضبط. يعني بيجيب لك هاي الجملة انت نسخها من المكان الفلاني لانه بتشبه اكزاكت هذا المكان، يعني انه جايبه من هذه المدونة وشغلة زي هيك. بالضبط. احنا مغلبينكم فيها. ليش الاي اي في الانترنت غير اسمه ده؟ لو انت حاولت يعني تترجم كلمات لحالة مو منفرد، لا حتى لو غير تغيير بسيط انت رحت باتجاه مرادفات او شغله زي هيك، لا مش سجل عندك تكتبي اكاديميك فريز بانك، هاي بجيب لك اياها سجشن في جوجل، اكاديميك فريز بانك، بانك للفريزز الاكاديميه. تمام. تفتحي اول لينك. تمام. لا لا بساعدك في الصياغه، يعني هنا انت بدك تعرفي شغله معينه. تمام. كيف بدك تعملي بارافريزنج؟ بدك انه انت هذا تعريف كيف ممكن تصيغيه، ف بدك تعملي انترودكشن، بدي اعمل لك انترودكشن للاي اي، شو هو الاي اي، كيف ممكن تعرفه. تمام. فهنا the term x was first used by، اول مره انحكى كلمه artificial intelligence كان سنه 1952. شفت كيف صغته انا لوحدي. تمام. the term x can be traced back to، وهنا معطيني example، a university is an institution where knowledge is produced and passed to others. الجامعة هي عبارة عن مؤسسة اللي فيها المعرفة
اللي فيها بيتم إنتاج المعرفة ونقلها للآخرين. أنا إيش بسوي هالجيت؟ قاعد المعرفة اللي أنا عندي تمام، المعرفتين اللي عندي أنا هذه البسيطة بحاول أنا أنقل لك إياها بهذا الشكل. وهنا برايل لغة اللي هو نظام الكتابة بالبرايل is a system of touch and reading and writing. Touch reading and writing تنين touch تمام for blind people بهذا الشكل. هنا indicate varying definition. لو انت مثلا عندك الـ AI فيه تعريفات متنوعة كيف انه انت ممكن تعملها، كيف تصيغها، فبيساعدك. فبقول لك انه the definition of X has evolved، صار تطور في كذا. ما كانوا يعرفوا الـ AI كذا كذا كذا، هلقيت لا بيعرفوا اشي تاني. شفت كيف انه صار بيساعدك في البارافريزنج. هنا بدك تعمل كومبير او بدك تعمل ليست. ايش هي التاسك تبعت الـ NLP؟ التاسك تبعت الـ NLP انكلود مثلا تاسك كذا تاسك، كيف تعمل ليستنج؟ فهنا بتروح بتعمل بدك تعمل ليست للتوبيك او سيستم كلاسيفيكيشن. ممكن ان احنا نقسم الـ NLP لكلاسيكال NLP ومودرن NLP ان صح التعبير تمام، او باستخدام توبيك معين. ف هذا بيساعدك بشكل كبير يعني انه هنا لا 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 الصياغة اللي بتطلع معاك في ذهنك بيكونش ما خطرتش على بال اي حدا انا متأكد تمام، فبالتالي انه بتطلع من قصة التشابه في الموضوع يعني. ف هنا انت بدك تعمل كومبير، بدك تعمل مقارنة بين اشياء. انت في عندك عدة ميثود كيف بدك تقارن، بدك تعمل هنا انه بدك توري differences او بدك تورجي similarities. ايش اسمه؟ السبيل تبعك كان سريع كتير. Q-U-I-L-L dot. بعيد للصياغة تبعتها. هذا text generation، هذا البوت. I want to order. I want to eat a Chinese فيها food. Call it. I would like to change. طب لو ضغطت كمان مرة بعمل لي. I want to try Italian. I would like نفس البتر نفس النمط. I would like to eat and try. I would like. I love from Italy. نعم. أغلب الإشي يعني want بتلف حوالين يعني خلاها شوية polite. يعني أغلب الاقتراحات تبعته would like.
لا لا بغيرش في المصطلحات نفسها. لا لا هو كنت يعني بصير لها برا فيزا يعني افترض هو لا شك أصعب شيء يعني الكتابة صعبة لا شك الكتابة صعبة يعني كتابة البرامج يعني أسهل بكتير من الكتابة. أي معلومة كان بيذاكر من وراك لا هو خلاص تسجل في الفيديو خلاص وفي اكستنشن كمان للكروم لجوجل دوكيومنتس سمرايزيشن ايش يا هذا الموضوع برضو حطيت لك اياها من ضمن اللينكس لو انت حابب تشتغل في الموضوع هذا موضوع اوبن كتير لو حابب ان انت تشتغل عليه اسمه Digital Humanities هذا طبعا في يعني باحث اسمه اسمه ماكسيم رومانوف اعتقد على ما اذكر Digital Humanity for Pre-Modern Islamic History انت لو شفته ما قبل العصر الحديث تمام انه بطلع لك هنا تحليل لكل النصوص اللي كانت ما قبل الألفية يعني انت عندك كل المؤلفات من 700 ميلادي لغاية 1200 تقريبا تمام اخذها وحللها وانه صنفها وحتى بتقدر تحصل على تصنيفات انه هذا عباسي وهذا اموي وهذا انه اول ما اجى الحملات الصليبيه زي هيك حتى كان في عنده رسمه انتراكتيف كلتشر برودكشن ان ذا اسلاميك وورلد اعتقد هذا من 1100 ل 1200 تمام انتر ريجونال كونكشنز وهذا من 1200 ل 1300 في هي الرسمه بتتغير يعني انه يعني كانت انه على شكل لا لا في رسمه ثانيه انا برضو حابب اورجي لك اياها أنا كنت عملها محاضرة
طيب على اي حال يعني ممكن يعني احكي لكم في محاضره ثانيه على الديجيتال هيومانيتيز وان هاي الرسمه كيف انه هي انترستينج، بس اللينك هي موجود عندك هنا لو حابب انه انت تقرا او تتوسع. وموضوع انه انت تعمل تحقيق للنص هذا للغزالي او لا انه برضه بيندرج تحت الاشياء هاي. احنا باقي عندنا يعني خليني بس يعني اوكي التعامل مع الزيروز خلينا نتوقف هنا والتعامل مع الزيروز الحل تبعها ان احنا نعمل سموثينج. تمام خلينا نبدا نحكي عنه المحاضره الجايه. تمام وخلينا نعمل ستوب هنا وخلينا نحكي عن الامتحان وعن الواجب وعن الأشياء هذه كلها.